بيطري. واش نقدر نقول لك لطفي؟ انه كطبيب بيطري نقدر نقول بلي انه نهضر باسم يعني دي زونتيتي، سيتادير باحثين، دي بروفيسور، دي شيرشور اكسيتيرا اون فيرولوجي ولا في علم الاوبئه مثلا. نهضر باسم ايقونه في لا فيرولوجي، سي ان ميدسان فيتيريناري، طبيب بيطري مختص في الامراض والفيروسات، يعني الامراض الفيروسيه والفيروسات، اللي هو اسمه ايتيان تيري، جاي في يعني في جامعه في لا بلجيك اون لياج، اللي قال انه ما كاش عدوى حد الان، يعني ما اكتشفوش انه كاين عدوى بين الفيروس، يعني كيصيب الانسان بلوتو الفيروس ما يقدرش يصيب من الحيوان الانسان، ما صابوش، لانه ما صابوش لو فيروس في الانسان في الحيوان بحد ما يقيش اصلا الحيوان، ما يقيش بور لو مومون. بور لو مومون بحد الان حسب المعلومات اللي جاتنا، حسب ما طلعنا، يعني حسب واسمه الاحصائيات وحسب الدراسات اللي قامت لحد الان، ما كاش معلومات تقول بانه الفيروس ينتقل، ولا لا مالادي لا كوفيد 19 ما تنتقلش من الحيوان للانسان. يعني هذه واش قال لو بروفيسور اون فيرولوجي ايتيان تيري، يعني لحد الان يعني يقدر يكون طيب.